بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. مشاهدينا الأحبة والمتابعين لنا عبر شاشة التلفزيون السلطنة، مساءكم خير يضم، مساءكم فرح يعم، مساءكم بسمة دائمة وفرحة غامرة تخيم على قلوبكم الطاهرة إنما كنتم تتابعونا. مشاهدينا الأحبة في أرضنا وسلطنتنا الحبيبة وعماننا الغالية، نجدد اللقاء بكم في برنامجكم هنئتم بالعيد، ومتواصلين إن شاء الله تعالى معكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا نرحب بالجميع، والتحية أيضا نبعثها لكل من يتابعنا الآن، وأيضا أرحب بزميلتي في البرنامج شريفة. مسائك خير وكل عام وأنت بخير. مساءك نور سيف، وكل عام وانت بخير، وكل عام والمشاهدين الكرام بألف ألف خير. إن شاء الله كذا هذا اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الكل إن شاء الله يكون مستانس في هذا اليوم. أمس كان أول يوم، اليوم ثاني يوم، نتمنى يا رب أنك تنعاد علينا وعليكم هذه المناسبة وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسلامة. مشاهدينا هنئتم بالعيد، هذا البرنامج المسائي المقدم لكم حتى تتواصلون معنا عبر تهانيكم واتصالاتكم الطيبة اللي راح تثري البرنامج إن شاء الله. راح نبدأ من الآن إلى الساعة 10 تقريبا إن شاء الله بإذنه تعالى. إذا كثير من الفقرات، ولنسى أيضا سيف الضيوف اللي محضرينهم لحلقة اليوم. خلكم بس مشاهدينا متابعين معاكم، وراح إن شاء الله نكون على تواصل معاكم بإذنه تعالى. بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا الأحبة نبدأ معكم إن شاء الله تعالى في حلقتنا لليوم، وأيضا نوجه التحية لزملائنا سوسن الصقري وعبد الله الصفران اللي قدموا البرنامج في فترة الصباح، برنامج هنئتم بالعيد. أيضا راح نكون متواصلين معاكم إن شاء الله تعالى مشاهدينا الأحبة، ومثل ما ذكرت أيضا زميلتي شريفة راح تكون معنا فقرات منوعة ومحطات متجددة أيضا نتعرف من خلال اتصالاتكم مشاهدينا الأحبة عن طقوس وبعض العادات والتقاليد التي تكون حاضرة أيام الأعياد في ولايات ومحافظات السلطنة، بالإضافة أيضا إلى أننا نسعد يعني شريفة باستقبال أيضا التهاني اللي قدموها جميع المشاهدين. بالتأكيد سيف، خاصة أنه مثلا أمس كان مزحوم شوية، اليوم يمكن أكثر ازدحاما، فربما هناك بعض الناس اللي ما سلموا على أصحابهم أو أهلهم، أو ربما كانت طريقة التواصل صعبة، رغم أنه الحين ما شاء الله التكنولوجيا مسهلة كل شيء. فنحن نتمنى أن نكون كذا ربط وصل وحلقة وصل بينكم وبينهم مشاهدينا وين ما كنتم عبر الاتصالات وتهانيكم الطيبة. إذن مشاهدينا نحن متواصلين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
مشاهدينا الأحبة، نحن بدأنا الحلقة معاكم، نتمنى أنكم تثروها بتواصلكم معنا عبر الاتصالات اللي راح إن شاء الله تبين بين حين وآخر على الشاشة، ومن خلال هذه الاتصالات اللي راح تثرونها راح تتواصلون أيضا مع أحبتكم وين ما كانوا، راح يسمعون أيضا تهانيكم الجميلة. تتواصل الفعاليات مشاهدينا هنا وهناك مجسدة بذلك لوحات تعبر عن فنون معينة وتقاليد معينة وثقافة معينة، وهذا التواصل سيف راح يأخذنا أنه بيكون معنا ضيف إن شاء الله تعرف فيه المشاهدين إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدينا أيضا متواصلة مثل ما ذكرت زميلتي شريفة الفعاليات والمناشط، وأيضا ضيفنا في الاستوديو زايد بن خليفة الراشدي مشرف على اللجنة المنظمة لملتقى العيد الثاني بولاية نزوة بمحافظة الداخلية. نرحب بك معنا أستاذ زايد، وكل عام وانت بخير. وانت طيب، أهلا وسهلا أخي، حياك الله معنا في برنامج هنيتم بالعيد. مباشرة كذا ذكرنا في البداية هناك فعاليات ومناشط عديدة، وما شاء الله عليكم يعني جهودكم حثيثة كشباب تقدمون وتنظمون مثل هذه الفعاليات. نتحدث قليلا عن ملتقى العيد الثاني، إذا ما خاب ظني من تنظيم فريق المدة التابع لنادي نزوة، نتحدث قليلا عن هذا الملتقى. والله هو الملتقى العيد الثاني جاء مكمل للملتقى العيد الاول اللي كان في عيد الفطر الماضي. نعم. ولكن بصراحه يعني اليوم كان حضور كثير كثير يعني يثلق صدر، لانه كان اكثر وفوق مما كنا نتوقع. يعني احنا كانت استعداداتنا بدات تقريبا قبل شهرين لهذا الملتقى. نعم. وكان الوقت شوي حسيناه قصير، ولكن الحمد لله قدرنا نوصل لجميع الأشياء والتنظيمات والفعاليات، جهزناها بشكل كان منظم وميسر الحمد لله. نعم. الحمد لله. طيب أستاذ العزيز، لو تحدثنا عن الفئات العمرية المستهدفة في هذا الملتقى، ربما يعني واحدة من يسوي فعالية دائما يحط في باله مجموعة من الناس، لكن بما أنه عيد هناك عندكم فئة مستهدفة ولا قد تكون لكل الناس؟ لا بالعكس، شوف لانه مثل ما قلت لك، بما انه كان مكمل كان العيد الماضي استهدفنا اكثر شيء الطفل. نعم. والاب، بحيث انه وجدنا بعض الالعاب الكهربائيه وكذا. يعني للطفل المره العيد الماضي لكن ولكن لا، هذه المره كان يعني شوي لميول نسوي، بحيث انه يعني اكثر من ثلاث فعاليات مختصه يعني فقط للنساء يعني. نعم. فقط. طيب لو تخبرنا عن هذه الفعاليات المختصة بالنساء خاصة أو الفعاليات بشكل عام. إن شاء الله. أول شيء فعاليات اللي هن تخص العوائل، أنا أذكر فيها نفس الشيء، إنها تخص
يعني النساء بعض الأحيان. جميل. ولأنه في هناك مسرح كبير للعائلة. مسرح ما بس مثلا اعتدنا على مسارح للطفل. نعم. اعتدنا أيوة بس هذه المرة للعائلة ككل. نعم. وأيضا في استضفنا الأستاذ المبدع المدرب الوطني الأستاذ طلال رواحي في بعض الليالي إن شاء الله راح يحضر يوم الجمعة إن شاء الله. جميل. نعم. ونفس الشيء راح يتكلم عن بعض الأشياء ومختص نفس الشيء في النساء نسوية خاصة يعني. نعم. راح تكون وأيضا في مشاركات إن شاء الله راح تكون من قبل بعض الفتيات اللي هي أعدن بعض برامج وأيضا تكون راح تكون نسوية إن شاء الله. جميل. إذن هذا فيما يختص بالجانب يعني النسوي والفعاليات المخصصة للنساء. خلنا نتحدث بشكل عام عن هذا الملتقى، ملتقى العيد الثاني. أنا سؤالي عن ما يميز، بما أنه في نسخته الثانية، ما يميز ملتقى العيد الذي تنظموه هذا العام عن الأعياد السابقة؟ عادة في ملتقى العيد يعني في عادات مثل بعض الفنون تبرز في فترة العيد. نعم. اللي عندنا احنا في نزوة فن الرزحة، والعيد الماضي او الملتقى الماضي في العيد الفطر كنا عملنا ملتقى للفرق الفنون الشعبية على مستوى المنطقة. هذه المرة اضفنا بعض الفنون من غير فن الرزحة اللي هو الفرق الحماسية اضفنا عليه ايضا. جميل. وحاليا بدأ اليوم الملتقى من استضافة فرقة شباب الظاهرة الحماسية راح اليوم تبدي معنا ان شاء الله. طبعا هي الفنون الشعبيه اكيد حاضره يعني باشكالها وانواعها المختلفه كالرزحه وغيرها. طيب لو سالناك يعني الحين ما شاء الله الرزحه والفنون التقليديه الكثيره ونحمد الله ونشكره انه مشاهدينا يعني انه السلطنه تشهد بكثير من الفنون الشعبيه والتقاليد وكل ولايه تتميز عن ولايه وعن محافظه اخرى. ما سبب تعلق الناس إلى هذا الوقت أو إلى الآن بمثل هذه الفنون الشعبية؟ والأجمل من كذا أنه تحسهم أنه يحضرون، يعني بس مجرد أنه في دعوة معينة، في رزحة في مكان معين، في ملتقى معين، إيش السبب تعلقهم؟ والله أول شيء جمالية يعني فن مثلا الفنون الشعبية العمانية هي مشهورة على مستوى يعني. نعم. ما بس يعني على مستوى محلي. نعم. مشهورة على مستوى حتى هذه المرة الملتقى استقطب ناس من برا السلطنة يعني. حلو. كجمهور. جميل. وثانيا هذه تكون دائما خلنا نقول ما موسمية أو في مناسبات معينة يعني، ما فهذا الشيء يحس إنه يشتاق للشخص اللي أنا أشوفه أتشوق اللي نجي العيد وأشوف فن الرزحة والفنون الثانية الشعبية. صحيح. يعني. جميل. وهذه هي الأسباب تقريبا. يمكن لأنه حتى بعد تقدم في مناسبات معينة ولا تكون يعني مستهلكة كثيرا. صحيح. فعلى أساس كذا يمكن ربما هذا يكون نوع من الاشتياق أو التشوق للناس إنه يحضروا مثل هذا الملتقيات. وهذه دعوة لكم اللي موجودين في نزوة وقريبين من النادي إنهم يحضرون هذه الفعالية. هي متواصلة طول أيام العيد ولا؟ إن شاء الله من ثاني يوم العيد من إلى اليوم خامس يعني؟ يعني من اليوم إلى خامس أيام العيد. جميل. إن شاء الله. جميل. الساعة نبدأ من الساعة 4 لحد الساعة 10 وفي فقرات متنوعة وفعاليات جدا جدا شيقة إن شاء الله. ما شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق يا أستاذ زايد. ولكن لو نتحدث أيضا بما أنه يعني أعتقد بديتوا بالأمس ولا لا اليوم أول اليوم بديتوا زين، بما أنه اليوم كان اليوم الأول لهذا الملتقى ملتقى العيد الثاني، يعني كيف شفت تجاوب الناس، مدى مشاركتهم، مدى حضورهم لهذا الملتقى؟ والله الحضور كان كبير. نعم. ولكن بعض الأحيان لانه في عادات مثلا بعض الناس تقول لك احنا اليوم الثاني فقط عندنا يوم الشوى وكذا واليوم الاول عندنا يوم الشوى، فهنا راح تكون يعني الكثافه يعني شغالين شويه اي شويه. ولكن احنا اليوم كان يوم كان في زحمه كثيره انا يعني. جميل. زحمه كثيره لاحظت بنفسي يعني. لا زحمه كثير جدا جدا يعني. حلو. نحن جدا شاكرين تواجدك معنا استاذ زايد، وان شاء الله متمنين من خلال البرنامج هنأتم بالعيد مشاهدينا ومن خلال اللي حضر هذا اللقاء يخبر اللي ما حضر انهم يحضرون هذا اللقاء ان شاء الله والملتقى اللي عندكم. اذا في رساله ختاميه حاب توجهها للناس وتدعوهم فهذه فرصه لك يعني. وتذكير ايضا بالاوقات والمكان. فعلا اول شيء انا احب اشكر بعض الشركات اللي هي رعت هذه الملتقى وهي شركة مطعم المختار. جميل. ومطعم الأرنب القائع، هم ما شاء الله عليهم يعني كانوا راعين. حلو. ونفس الشيء أشكر نادي نزوة اللي هو رئاسة المكرم عبد الله خصيب.
الحضرمي بصراحة كان سهل لنا صعاب كثيرة الحمد يعني. لله. أيوة. الحمد لله. وبعض المؤسسات نفس الشيء. وهذا المطلوب يعني أنه التعاون حتى يعني نظهر يعني تظهر الملتقيات أو الفعاليات هذه بشكل وخاصة في الأعمال حلو. اللي هي التطوعية والأعمال الخير يعني. هذا الجميل في الموضوع. نعم. ونفس الشيء أقدم رسالة شكر خالصة للشيخ أحمد بن سيف السيباني اللي هو رئيس فريق المدة. إحنا نعتبره هو سفير العمل التطوعي صراحة بأمانة يعني. لأنه شخص دائما ياخذ بيد صاحب الافكار وصاحب الابداع دائما. وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لتغطيتكم على المنطقة ان شاء الله. بارك الله فيك يا زايد، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى، وتكون الايام القادمه في هذا الملتقى دائما إن شاء الله. يعني ايام جميله مفعمه ايضا بتزامنا مع فرحه العيد السعيد بمشيئه الله. وهذا اعلان ان شاء الله نقدمه لكل الناس ان شاء الله. هدية مزوية وان شاء الله راح استمتعوا باذن الله تعالى. اذا هي دعوه للجميع مشاهدينا لحضور هذا الملتقى الذي يقام بولايه نزوه بمحافظه الداخليه. مشاهدينا نشكر طبعا الاستاذ زايد بن خليفة الراشدي مشرف على اللجنة المنظمة لملتقى العيد الثاني، شاكرين وجودك معنا أستاذ. شكرا شكرا. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأحبة، برنامج هنيتم بالعيد ما زال متواصل معكم، ولدينا أيضا محطات مختلفة قادمة بمشيئة الله في مختلف المجالات، من خلالها نتواصل ونشارككم هذه الفرحة الجميلة والغالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لا ننسى أيضا نستقبل أيضا اتصالاتكم ونتلقى تهانيكم عبر الهواتف، أرقام هاتف البرنامج اللي راح تظهر تباعا على الشاشة. فاصل مشاهدينا ونعود إليكم.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وين ما كنتم تتابعونا، وتحيه للي انضموا لنا بهذه اللحظات ويشاهدونا. لا ننسى تواصلكم معنا على الارقام اللي راح تظهر ان شاء الله على الشاشه. العيد دائما ما يميزه هو الثوب الجديد والاطلاله الجميله بالالوان المختلفه وبالزخارف المنوعه والجميل. تنوع محافظات السلطنه والتنوع هذا ادى الى تنوع ايضا الملابس والاثواب العمانيه المزركشه. كل ولايه وكل محافظه لها طابع خاص وتقليدي في هذه الازياء. الازياء دائما حتى نحن مدرسه، اذا لاحظت من امس ما شاء الله يمكن من العائله او من الاصدقاء نشوف الالوان الجميله هذه والالوان الزاهيه في ملابس الاطفال، في ملابس الحريم الكبار، في ملابس الشابات. نعم. ربما هناك نوع من التطور صار، ولكن هذا التطور لم يطغى على الطابع التقليدي العماني. طبعا هذا الموضوع راح يخلينا نستقبل ضيفتنا الصديقه والجميله سيف. راح نستقبل مشاهدينا في ضيفتنا في الاستوديو أنيسة بنت موسى الزرجالية صاحبة دار الأنس للأزياء. في البداية نرحب بك معنا أستاذة أنيسة، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ومنورين الاستوديو. وعيدكم مبارك وانتو العيد كله. تسلمين. الله يعطيك بالعافية بهالبرنامج، وأهني كامل الجروب اللي قائمين بهذا بعمل هذا البرنامج الحلو الشيء. تسلمين. عيدكم مبارك وسعيد. أنيسة عزيزتي، دائما الحديث أكثر عن الأزياء العمانية وأزياء الأطفال والكبار، يعني حتى يخلينا دائما أنه نتعمق قليلا في المحاور الأساسية اللي تميز هذا الثوب العماني وكيف يطرز وكيف يخاط من الألف إلى الياء. الأزياء العمانية مثل ما معترف عليها أزياء جميلة، أزياء تراثية تمثل بلدنا، تمثل حضارتنا الحلوة الجميلة اللي لازم علينا نحافظ عليها عبر الأيام والعصور. طبعا احنا كمصممات جينا وغيرنا في الزي، لكن انا من المصممات اللي احافظ على شكل الزي. نعم. بس تاثرنا بالخامات، تاثرنا بالانواع المواد، الفصوص والخرز، كل ما يتجدد الموضه فيها احنا نستخدمها ونجدد الفكره فيها. اما القصه والشكل محافظين عليها، لان هذه هويه بلدنا فعلا. ونفتخر فيها، ونفتخر اني اصمم الازياء العمانيه. جميل جدا. استاذه أنيسة، يعني اذا ما جئنا نتحدث يعني بشكل عام، خلينا نقول يعني الازياء العمانيه بشكل عام، يعني برايك هل ما زالت تتربع على عرش يعني الازياء اللي شايفين كيف تطور الحياه ومثل ما ذكرنا في البدايه؟ اكيد هل ما زالت تتربع على العرش؟ نعم نعم، كدليل ان المصممات زادوا في الازياء العمانيه ما شاء الله. بنات شاطرات الحين طلعوا مصممات. جميل. بنات يعني اصغر منا عمرا لكن ابداعاتهم يعني تهبل بصراحه، والزي العماني الحين منتشر بشكل كبير جدا سواء على مستوى السلطنه او مستوى الخليج. فليش ما نحافظ على شيء يمثل تراثنا؟ صح نطوره، لكن بطريقه هم ما نبعثر في الشكل الاساسي للتراث. انني لاحظت أنيسة انه ما اعرف يعني من فتره يمكن من عيد الفطر وهذا العيد زاد شوي، الاطفال صارت ملابسهم بدل الفساتين المنفوخه صارت الفساتين كانها رجعتنا للماضي. هاي من زمان يعني مصممه، بس الحين بكثره أنيسة صارت. أيه. يعني شفنا الاطفال صاروا يلبسوا، عاده الاطفال يقولوا لا ما نبغي مثلا الثوب التقليدي، نبغى شيء يفرفش والوان وشرايط والى ملوا. صح ملوا من الموضه. فالحين انه شافوا انه هذه الالوان والتنسيقات الجميله، يمكن انا ارجع السبب أنيسة للمصمم نفسه اللي خلى الطفل انه يحب الازياء، كيف يحب هذا الزي وكيف يلبسه وكيف انه ينسجم، يعني بدل ما نوديه ويتميز فيه يلبسه ويتميز فيه. فعلا فعلا. فكيف أنيسة استطاعت انها تجذب عناد الطفل خلينا نقول بين قوسين في لبس هذه الاشياء الجميله والملابس التقليديه الرائعه، وصرنا نشوفها بكثره عليهم. طبعا الاطفال يعني احباب الله. نعم. ثانيا يقدروا يتاثروا باي شيء سواء بالالوان بالملابس، نقدر ناثر فيهم. لكن الام لما تيجي تصمم حالها او انها تطلب تصميم، طبعا تراود طفله خاصه اللي اعمارهم 5 وفوق، هذول عناد بشكل كبير يعني. نعم. نعم. ففي اطفال يجون يعني يعجبون باللون اللي انا اسويه. حلو. حلو. فالحمد لله الله موفقني، حتى هالعيد كثروا ملابس الاطفال. الحمد لله. وفي امهات طبعا عندهم اذواق يعني في اختيار لون اللبسة، لكن 70% أنا اللي أعطيهم الفكرة. جميل. وهم طبعا يساندوني عشان يكونوا راضين وطالعين من عندي. جميل. لكن أستاذ أنيسة، يعني هذه الأزياء أزياء الأطفال بالتحديد، يعني كيف قدرتي بين إرضاء الطفل وبين ما أنها تتوافق مع الطابع التقليدي للزي العماني؟
طبعا مثل ما خبرتكم ان الازياء العمانيه غيرنا فيها الاقمشه، غيرنا فيها المواد اللي نستخدمها من فصوص، من ليسات، من خرز، من اللولي والفولق وهالاشياء. فالاطفال لما يشوفون شيء يبرق، يعني لو خليت جمر وخليت فحم، نعم، الطفل ايش اللي يمسك؟ الجمر طبعا. فهذا شيء يعني الاطفال، نعم، يلفت انتباههم شيء لامع، شيء لامع، اي سبحان الله. فهاي فطره يعني، فكذي نضحك عليهم ونلبسهم اشياء حلوه بعد. يعني حلو انيسه، زمان كنت احس انه التصاميم ربما قد تكون مقيده اكثر للكبار بسبب أكيد اشياء الطفل كثيره. الطفل تقدرين الحين يعني. الحين صرنا يمكن نشوف حتى الام وبنتها الصغيره لابسين نفس الثوب، وش حالات. هذه الفكره تعجبني كثير، يعني جميل جدا على فكره. يعني في حسين لما تهتم باناقتها وتهتم باناقه بنتها بعد. فعلا كثير انا معجبه بهالشخصيات على فكره. هل سعيتي انك تضربين يعني ايش يقولوا عصفورين بحجر؟ ما انا اللي اضرب العصفورين بحجر، الزبونه اللي تيجي تضربني وتاخذ اللي بسكين. عليهم بالعافيه ان شاء الله، بنبوس الهنا يا رب. طيب انيسه، ايش الشيء اللي شدك في هذا العيد واللي اكثر طلبيه من زباينك او حتى من الناس اللي المحيطين حواليك، من خلال انت كمصممه او المصممات الثانيه؟ اكيد تلتقوا في جروبات معينه وتحسي انه في اندماج نوعا ما وفي اختلاف، بس كل واحده يميز لها طابع. بالفعل. فايش اللي صار الحداثه الحين والسعي خاصه المراه تشوف يعني المرأة العمانية على فكرة كثير ذويقة جدا، ذويقة وكثير جداً. تلبس بشكل جميل وتختلف الآراء، تختلف فعلاً. الذوق بين فعلاً. الناس فعلاً. ما نقدر نحكم على واحدة جاية تختار شيء موديل ثاني والثانية تختم تشوف اللي فيها الورود وكذي. احنا خلينا نستقبل هذه الطفلة ما شاء الله، اللي شوية جات من ورا، خليها تمشي على راحتها. تعرض ما شاء الله الاستوديو. تعالي ميس، ميس تعالي اسمها ميس حبيبتي. تعالي تعالي ميس، ميس تعالي. بنت أخوي تعالي ميس ما شاء الله وراكي يا ميس، تعالي هنا، تعالي يا ميس، تعالي اعطيك حلاوه، تعالي 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 سلمتي على خالو. انا بجلسها هنا. ايوه ما شاء الله. لو بس اخونا المصور شويه يعطينا، لو تكلميني عن هالثوب كذا المزخرف الجميل. اي هذه الالوان استخدمناها الوان فاتحه، لكن دخلنا اللون الغامق الازرق شويه ودخلنا فيها انواع لمع عليها بما يتماشى مع الفضيات اللي تلبسهم. طبعا هذه مي ايوه نعم صحيح، شوف هذا كان شوف نفسها على الشاشه وفرحانه يعني على الشاشه. ميس هذا ايش؟ هاي من وين؟ ميس هاي من وين؟ يا ميس من عند ماما. والحلو من عند ماما انيسه. أيوة. لاحظت عزيزتي انه في اكسسوارات تقليديه وفضيه صارت للاطفال، زمان ما كنا نلاحظ هذه المقاسات موجوده على فكره. بالفعل وكنا بصعوبه نحصل مقاس للطفل. الاقبال عليها زادت، هذا هو. فشوفي في حتى مقاسات القلادات قبل ما كانت للاطفال بكثره، يعني صحيح ثقيله كانت. اي فالحين في الفضيات وحتى تعرفين انواع الموضه اللي فيهم كانت موجوده. اي لازم لازم. فيعني امها ما قصرت يعني، جهزتها بطريقه حلوه ما شاء الله. اكيد هي مبسوطه الحين وزاهيه مره. ميس انا ما اعرف اسمائهم. تعالي حبابه، تعالي تعالي تفضل، تعالي معي، تعالي تعالي شمس، تعالي تعالي عندي. يلا شمس الحين بتدخلنا، تدخل علينا وبتنور المكان. تجلس هنا مع الشنطه. تعالي جلسي. اول شيء اوقفي يا شمس، اوقفي، خلي المصور. ايوه خلي. أيوة. شوف ذاك الصبي على هالجانب شمس. ايوه ايوه. وبعد شنطه. نعم. وايده. لا لو استاذه انيسه على طول يعني تشرحي لنا شويه نبدا مختصره. استخدمنا فيها الليسات. تعالي شمس جلسينا. قماش الابريسم استخدمنا فيها الليسات الذهبية وسوينا لهم شنطة حلوة ما شاء الله، ولبسناهم زينة العيدية. هالشنطة اللي موجودة أهم شيء هذا في فيها شيء شمس الشنطة ولا ما فيها؟ لا فضيناها فيها عيدية شمس عشان نترسم من هنا. خلاص ولا يهمك، كلهم هذول اعمامك اخوالك هني. ايوه بيعيدوك اليوم، ما حد يطلع الا معيد اليوم. لا انا هي بتعيدني يعني ما انا موجوده يعني. اولها سيفا تعيديني شمس. جميل جدا على فكره، يعني الزري زمان كنا نستخدمه يمكن على الثوب العماني هنا وهنا بس. أيه. او على الدله ولا شو يسموها. الاطفال شويه يعني لازم نلفت انتباههم باشياء ثانيه، يعني دخلنا الزري بالطول وعملناها مثل ما تقولي فستان طويل. أيه. حالها. أيه. ايه لحظه ما شاء الله. تعالي تعالي تفضل اللي بعدها، الطفله اللي بعدها مشاهدينا نشاهد الحين. وهذه ايلاف تقريبا ثوبها مشابه. ايلاف ايوه وقفينا شوف الكاميرا. ايلاف ايوه شوف الكاميرا. ايوه سوي لهم باي باي على الاقل، يعني سوي لهم مع السلامه كذا. باي باي هناك ماما. أيوة. تشوفك باي باي.
تعالي إيلاف جلسة. أوه حتى عندها شنطة بعد إيلاف. أي إيلاف أخت. أكيد معيدة إيلاف. إيلاف أخت شمس. أيوة آه ما شاء الله. فلابسين نفس الشيء. فزين نفس اللبس مطقمين ما شاء الله. مطقمين لنا أخوات لا. نعم. الأم قالت حلو. مع بعض. حلو. إيلاف كيف أيوة. عندك عيدية ولا؟ أي إيلاف. شو بتشريبها إن شاء الله؟ تشتري له عطي إيلاف صح؟ ما شاء الله. ناخذ بس البنتين ثنتين تعالوا مع بعض كم؟ تعالوا. تعالي ضي. ادخلوا مع بعض تعال. تعالي زينب. تعالوا. لو تروحي شمس وإيلاف او خلكم على جنب بس خلاص هناك خلكم مكانكم خلكم مكانكم وخفي. شوفوا الكاميرا شوفوا الكاميرا سيده لو تكلمينا شوي عن هذا الزي الجميل على فكره هاي الليسات على شكل مغربي شويه دخلناها ما شاء الله هذه امها قالت لا انا لازم شويه اطورها البلوته لان العيد الصغير كانت لابسه تقليدي عماني قالت انا ما اريد اكرر قلت لها ما مشكله لبسيها الثانيه عماني طبعا لكن على شكل ورود حلو هذاك زي طبعا عماني قصه عمانيه ولبسناها الدينار العماني مستانسين شو اسماكن ما عرفنا اسماكن بعد انت هاي ضي وزينب ضي وزينب ما شاء الله عليكم حبيب. انا كثير اشكرك صديقتي انيسه على حضورك وزين اني شفتك لاني فتره ما شفتك الله يخليك مبارك نعيدكم ان شاء الله وكل عام وانتم والاهالي وهالصغيرات الحلوات كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك واذا حابه تقولي اي شيء انيسه تفضلي او عندك تهنئه ترى نحن اليوم برنامج التهاني اكيد حابه ارفع اسماء ايات التهاني لمولانا جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه يا رب العالمين ويعطي الصحة والعافية النجا الخوير عن دار الأنس المرة وكان الصلاة هناك العيد وإحنا مستانسين بالخوير يعني الحمد لله فالحمد لله الله يدومه ويعطي العافية يا رب العالمين وهني كل الناس وكل المجموعة اللي موجودة معاي وكل المواطنين العمانيين والخليج واللي يتابعونا والمشاهدين وربنا يجيب الافراح عليهم من كل باب امين يا رب امين يا رب امين يا رب مشكوره انيسه كثير كثير على حضورك وعلى تفاعلك الدائم معنا مشكوره جدا كل عام وانتم بخير اذا مشاهدينا الاحبة هكذا التصاميم العمانية وهكذا الزي العماني ما زال متربع على مصادر كبرى وعالية هكذا أيضا النقوش وهذا الزخارف العمانية راح تبقى للأبد والدليل أنه رجع الماضي على الحاضر وصارت بعض الحداثة ولكن حداثة جدا رائعة وجميلة نحن إبداعاتنا لن تنتهي وضيوفنا أيضا لم ينتهوا أيضا نحن متشوقين جدا أنه نسمع اتصالاتكم وتهانيكم لكن بعد هذا الفاصل ولنعود إن شاء الله كل سنة بالعيد هنيكم
إذن مشاهدينا الأحبة حياكم الله معنا من جديد، وأيضا عبارات التهاني ودعوات الأماني إن شاء الله تعالى نبعثها لكم من القلب إلى القلب، تعانق أرواحكم الطاهرة بهذه المناسبة الجميلة المباركة، عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا جميعا مشاهدينا بالخير واليمن والبركات بمشيئة الله تعالى. برنامجكم هنيتم بالعيد متواصل معكم إن شاء الله، وأيضا يشرفنا مشاهدينا ويسعدنا أن نستقبل ونتلقى أيضا تهانيكم بهذه المناسبة من خلال الأرقام التواصل الظاهرة الآن على الشاشة، والتي ستظهر أيضا تباعا بمشيئة الله تعالى على الشاشة بين فينة وأخرى. مشاهدينا يعني نتحدث أيضا عن الأغاني الجميلة والقديمة، مثل ما شاهدنا قبل شوي استمعنا شريفة، يعني هذه الأغاني القديمة دائما ما يعني تعطي للعيد نكهة مختلفة عندما نكون قاسين عند التلفزيون ونستمع إلى هذه الأغاني، بأمان نشعر بفرح، نشعر باشتياق لأيام العيد زمان. نعم بالفعل سيف، يعني مثل ما تفضلت هذه الأغاني الجميلة سواء نسمعها عن طريق المذياع أو عن طريق التلفاز، نعم، تحس أنه لها طعم العيد. يعني أنا صحيح. أتذكر أمس أنت قلت في أغنية تريد لما تسمعها تتذكر أنه فعلا في فرحة العيد، نعم، لأنه تعودنا من يوم نحن صغار نسمع هذه الأغاني الجميلة وما زالت محافظة على ذاك الإحساس اللي يخلينا فعلا نحس بفرحة العيد. صحيح. وشوف الأطفال الحين لما نجاوي حوالينا هم حسينا بفرحة العيد وهم لابسين ومتلبسين وكاشخين وعاجبنهم الزي. يعني كيف لما يكون في الحارة وبين الأهل واللي لابس كذا واللي لابس كذا، ففي أشياء كثيرة ترتبط معنا بالعيد وتظل دائما موجودة. والدليل بعد سيف، نعم، أنا أحس أنه بعض الأكلات مشاهدينا لو تسووها في الأيام العادية ما لها طعم، بس لما تسووها في العيد فعلا طعمها يكون موجود وجميل وتحس بلذتها، سواء كان المشاكيك أو المضبي أو المقلي أو العرسي أو إلى آخره. في العيد له طابع خاص وخاصة الجمعة الجميلة. نحن مثل ما قلنا أنه نستقبل تواصلكم معنا واتصالاتكم وتهانيكم، ومعنا على الخط الآن سعادة الشيخ هلال بن مرهون المعمري سفير السلطنة لدى مملكة أسبانيا. سعادة السفير مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير. مساكم الله بالنور وكل عام وانتم طيبين وانت بصحة وسلامة، معايدين عليكم إن شاء الله وعيدكم مبارك يا رب. أيام سعيدة. في البداية يشرفني أن أرفع أسمى هيئة التهاني والتبريكات المقام السامي، نعم، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد. آمين يا رب. إنه سميع مجيب. آمين. كما أهني الشعب العماني كافة، وكذلك أهنيك شريفة والأخ أيضا. شكرا. حياك الله بعد الترحيب بك سعادة الشيخ. يعني نتحدث كذا يعني كل عام وانتم بخير، وايضا نتحدث قليلا عن اجواء العيد، كيف قضيتوها هناك يعني في مملكة اسبانيا بما ان اليوم هو اليوم الثاني لايام عيد الاضحى المبارك. صحيح. ترى مثل ما تعرف طبعا دائما الانسان في الغربة يحاول يتأقلم مع البلد اللي يعيش فيه. الحمد لله نحن في السفارة دبلوماسيين والموظفين المحليين، نعم، وبعض الطلبة العمانيين أيضا، وكذلك بعض الزوار كنوا متواجدين في فترة العيد، نجتمع في البيت هنا عندنا. جميل. وطبعا نحاول قدر الإمكان نعمل بعض الأكلات العمانية. جميل. المعروفة في العيد، نعم، مثل الشواء والشاكيك والعرسية أيضا. ما شاء الله. شو سويت اليوم سعادة السفير؟ جمع. نعم. شو سويت اليوم؟ شو الأنشطة الموجودة معنا؟ نحن أمس عيدنا في الحقيقة. اجتمعت كل الأسر هنا مع بعض كلها، مع الأطفال، مع العوائل. جميل. مع بعض الأسر أيضا الأسبانية. جميل. كانوا مشاركين معنا. نعم. وكذلك نعم. بعض العمانيين المتواجدين هنا في مدريد. نعم. جميل. سعادة الشيخ يعني نتحدث بما أنه جميل جدا يعني أنه حضور هذه المأكولات الشعبية العمانية في بلاد الغربة وفي مملكة إسبانيا، خلنا نقول يعني نتحدث أيضا عن يعني الطلبة الدارسين والمغتربين الموجودين في مملكة إسبانيا، هل هناك ثمة تواصل بينهم وأيضا ملتقيات خلنا نقول أو تجمعات؟ بالتأكيد هناك تواصل مستمر. أي طالب عمان أو أي ضيف موجود هنا في مدريد دائما الحمد لله نحن نتواصل معه. جميل. والحمد لله نجتمع ودائما باستمرار يكون في
يعني تواصل خاصة مع الطلبة الموجودين هنا في مدريد. نعم. بعض الطلبة العمانيين طبعا. نعم. طيب سعادتك، هل هناك أنشطة أو فعاليات تحرصون دائما على تواجدها، خاصة أنه الطلبة يكونوا كذا مغتربين عن أهاليهم، وممكن تعب الدراسة والمذاكرة والاجتهاد ربما يكونوا محتاجين لطاقة إيجابية ولفرحة وسعادة تخليهم كذا قريبين وما يحسون أنه للبعد يعني تعب آخر مع الدراسة، فهل هناك أنشطة أو برامج معينة تحرص على تواجدها؟ ودائما نحن مثل الاخوان يعني نتعامل معاهم كاخوه وزملاء في نفس الوقت، ودائما نلتقي الحمد لله في مناسبات، سواء كانت في مناسبه العيد الوطني او في مناسبات عيد الاضحى او عيد الفطر. نعم. او غيره، ايضا هناك بعض المعارض ايضا يكون الطلبه متواجدين في بعض المعارض اللي نشارك فيها، هي معارض. نعم. خيريه سنويه تقريبا. نعم نعم. جميل. اذا سعاده الشيخ يعني اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى، ونعيد عليكم من جديد، وكل عام وانتم بالف خير، وكل الموجودين على ارض مملكه اسبانيا ان شاء الله تعالى دائما اعيادكم عديده بمشيئه الله تعالى. سعاده الشيخ هلال بن مرهون المعمري سفير السلطنه لدى مملكه اسبانيا، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج هنيتم بالعيد. شكرا لكم، ونشكر كل العاملين في القطاع الإعلامي بالأخص تلفزيون سلطنة عمان. شكرا. شكرا لك سعد سفير. إذا مشاهدينا، التهاني دائما كذا لها طابع جدا جميل، التهاني تشعرنا وربما تشعركم أنتم بكل تأكيد بالفرح العامر حين نتلقى اتصال أو رسالة أو تهنئة جميلة، والأجمل أنه تواصلكم بيكون معنا عبر الاتصالات الموجودة حتى تهنوا من أحببتم في كل مكان عبر هذا البرنامج، ونستقبل اتصال. ومساء الخير. مساء الخير. مرحبا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ممكن أقدم تهنئة؟ تفضل أخي، من معي؟ سالم بن سعيد بن خلفان الغداني من منطقة فنش ولاية قريات. سالم، أهلا وسهلا يا سالم، تفضل. بأسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها إلى المقام السامي مولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ونتمنى له إن شاء الله أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وهو منعم بالصحة والعافية. أمين يا رب. كما يسرني أن أتقدم إلى أسرتي في منطقة فنس وكل من يعرف سالم بن سعيد الغداني. نعم. بهذه المناسبة الغالية، وأتمنى أن يعيدها على كل مسلمين في أنحاء الدول الإسلامية والعربية. أمين. بمشيئة الله تعالى، وكل عام وإذاعة سلطنة عمان بألف صحة وعافية. شكرا شكرا لك يا سالم على هذه التهنئة الطيبة، وإن شاء الله يا رب تهانيك وصلت، وتحية لكل أهالينا في قريات وفي كل المحافظات. شكرا لك يا سالم. شكرا. إذا سيف نستقبل تحية لطاقم البرنامج معكم. شكرا جزيلا. حياك الله حياك الله. إذا مشاهدينا أيضا متواصلين معكم، ونستقبل أيضا مزيد من المكالمات والاتصالات لتلقي واستقبال التهاني بهذه المناسبة. نقول السلام عليكم وعيدكم مبارك. السلام عليكم. الو مرحبا. الظاهر انه الاتصال انقطع، ان شاء الله تعالى سنعاود الاتصال او موجود. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله معانا. حياك. لو تتصل لو تخبر لو تخفض على صوت التلفاز من فضلك. ان شاء الله. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير، نتعرف عليك. معي عبد الله صاحب راسي. عبد الله؟ ايوه صالح راسي. حياك يا عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ عساك مرتاح. عيدك مبارك يا رب. تهنيت بركات العيد. اي نوع عيدك؟ ما اسمعك يا عبد الله، لو تخفض على صوت التلفاز من فضلك وتسمعني من سماعة الهاتف. مباشرة تفضل، تهانيك يا عبد الله. اهني حضرت صاحب القالة. نعم ايوه تفضل، نسمعك عبد الله. نسمعك يا عبد الله، نسمعك تفضل. انا شعب عماني. نعم. وانا صاحب القاهرة. ناس العيد الوطني. نعم. ناس العيد الاضحى. نعم. وانا عائلتي. نعم. شكرا شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك. شكرا لك وعلى تهانيك الطيبة، وايضا نستقبل اتصال. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ اهلا وسهلا، من معي؟ كل عام كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه يا رب، من معي؟
عندي ناصر الحرثوثي من ولاية هيمة. ناصر أهلا وسهلا بكل أهالينا في هيمة، مرحبا بك يا ناصر. كل عام وانتم بخير، نرفع أثنيات خير التبريكات وانت يا صاحب الجلال سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه. آمين. إلى الشعب العماني والشعب الإسلامية والعربية كلهم. امين يا رب. وانا اعيد هذه المناسبه على صاحب الجلاله كل سنه ان شاء الله كل العوام بصحه وخير ان شاء الله. امين يا رب امين يا رب. شكرا شكرا. باسمي وباسم ولايه هيمه نرفع الى صاحب الجلاله بعيد الله المبارك، وان ان شاء الله يعود عليه وعلى ان شاء الله كل المحبين. امين يا رب. ناصر نعم ناصر كيف ايش تسوون في اول يوم وثاني يوم العيد؟ ما نحن اليوم ثاني يوم، لو تخبرنا عن الاشياء المهمه والجميله معاكم في هيمه. والله طول عمرك ايش تعرفين في بعد الصلاه العرب يتحركون يذبحون. نعم. وبعد الذبح يجتمعون في مع الشيوخ، عرفت انت مكان الشيوخ. زين يجتمعون مع هناك مع الاهل والاقارب. نعم. ويتغدون مع بعض. وزين وبعدين يسوون يولات. اكلت المضبي؟ اكلت المضبي اليوم ولا لسه؟ اكيد اكيد بدون شك المضبي والحلاوي هذه في ريفي يعني مضبي. يا سلام يا سلام، ايش انواع اليولات اللي تسوونها هناك في هيمه؟ هذه الرزه واليول الحربيه يسمعون عنها ولا شيء. يا سلام يا سلام، تعرف تسوي يوله كذا تسمعنا شوي؟ والله لا لا يول يعني بالليل ما مش لا ما يعني. عندك ما عندك تغروده او حاجه ممكن تسمعنا فيها او شله؟ لا والله لا والله مش حافظ شيء يعني يعرفون اروح انا ما احس هذا. يلا زين تتعلمون. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا لك يا ناصر. شكرا تسمعوني اذا زعقناكم ولا شيء. لا عفى عليك عفى عليك بالحل، سعيدين بتواصلك معنا. شكرا مرحبا. شكرا شكرا. انا متشوقه سيف ان اسمع حد كذا يعني ولو بالصوت بالفنون التقليدية هالجميلة أو يعني نوع من هالفنون تحس أنه فعلا الواحد يستانس وهو يسمعها، مثل ما قال الأخ زايد يعني أنه الناس صارت متشوقة أنها تسمع مثل هذه الأشياء لها موجودة ربما في مناسبات معينة فقط. ما مشكلة يا شريف، خلنا إن شاء الله متفائلين. ولا أنت بتقولنا يعني؟ لا لا إن شاء الله خير. لا شكلك أنت. لا خلنا نسمع من ذاك المشاهدين إن شاء الله تعالى، راح خلنا نتفائل وراح نستمع إن شاء الله لأحد المشاهدين والمتصلين، وراح يسمعنا كذا أحد الفنون الشعبية اللي تنعم بها وتزخر بها سلطنتنا الحبيبة. مشاهدينا أيضا متواصلين معاكم ونستقبل أيضا مزيدا من الاتصالات. والسلام عليكم. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. مساء النور والسرور، كيف الحال؟ كيف الحال؟ بخير. كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين، كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. عساك مرتاح. عساكم الله من العايدين. وياك يا رب العالمين. كذا نتعرف عليك في البداية. معاكم أبو فيفل جمعة بيسان من جابي ولاية سمين. الجمعة؟ جمعة بيسان سعيد من جابي. حياك يا جمعة من ولاية سمال. إذا بالمحافظة الداخلية نهنيك باليوم العيد، واليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كذا لو تخبرنا جدولك يا جمعة، يعني وين رحت وين جيت؟ هل من جدول معين يعني واضعينه إن شاء الله تعالى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؟ والله من معاي رفن. معك أخوك سيف الفوري. أهلا وسهلا. يا مرحبتين. اليوم كان عندنا اليوم شو ما شاء الله؟ اي احنا عندنا ثاني يوم شيء، وبكره ان شاء الله عندنا نعم. مشاكيك. باكر المشاكيك ان شاء الله. اي احنا عندنا يعني اول يوم ذباح ونخلص الامور مال الشوي وندفن الشوي اول يوم، وثاني يوم نطلع الشوي، وثالث يوم عندنا المضبي. ما شاء الله تعالى. والوقت اللي متبقي اللي كان عادي نفتحه للزيارات والمكانات اللي هو الناس اللي ما حابين نسلم عليهم. جميل جميل. اذا عليك يعني مثل الاهل مكان بعيد نحب نسلم عليهم في الوقت اللي هو عاد يكون متفرغين من العيد. ما شاء الله، إذا عليكم بالعافية إن شاء الله تعالى يعني. وكذا لو تحدثنا بس فقط عن بعض الفنون الموجودة هناك معاكم في ولاية سمال بالمحافظة الداخلية. والله في ولاية سمال يعني غنية عن تعريفها، عندك الفنون الشعبية الرزحة والعازي هذا موجود معنا هنا في سمال. نعم. وبالنسبة لنا من أول يوم أو ثاني يوم يبدأ العزول اللي هي تكون العزوة. ما شاء الله، يعني كنا قبل شوية نتكلم أنا وزميلتي شريفة، يعني نتمنى أنه أحد المتصلين يسمعنا بعض من هذه الفنون، يعني يا ريت تسمعنا شيء من بعض الشلات أو شيء من هالقبيل. والله إذا كان يمكن يلا تفضل طعمك، يلا نسمعك كلنا نسمعك إن شاء الله تعالى. تفضل. أقول بها
يلالي 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 الرب ما يرضى بقصيرة إن الله بصيرة ينظر على كل من عصى ينظر على كل من عصى سوى لنا قصة كبيرة فرعون وزيرة كل السبب ضربة عصى كل السبب ضربة عصى هذا عندنا يا ما شاء الله صح لسانك يا جماعة صح لسانك يا رب نعم اي والله هذا مثل الشعبية وفي حاجات ثانية انا متواصلين فيها في الامور هذه يوم الاولى ويوم الثاني ويوم الثالث العبارة شكرا يوميا تكون حاضرة ما شاء الله اذا نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تعالى دائما اعيادكم سعيدة يا جماعة في ولاية سمال نتمنى لك كل التوفيق شكرا لتواصلك معنا عبر برنامج هنيتم بالعيد جميل جدا جميل يعني سيف هذا دائما واحد يقول بشكل ايجابي اذا تريد الشيء ستحصل عليه صحيح نحن بغينا أنا انه انا خلينا نتفائل يعني فعلا تفائلنا انه احد المتصلين وان شاء الله في هم متصلين اخرين راح كذا يتحفونا بتغرداتهم الجميله وشلاتهم الجميله واشعارهم الحلوه والواحد يعني لما يقول ما شاء الله يعني الاخ جمعه يعني اتحفنا فعلا وفرحنا في الاستوديو وان شاء الله البقيه راح يكونون هم من اتصالات لاتصالات اخرى راح نسمع الكثير من التهاني والجمالات الروعه الرائعه هذه. استطلاعات العيد كثيره مشاهدينا واتصالاتكم بعد ان شاء الله راح نستقبلها بين حين واخر بين الفقرات. هذا الاستطلاع خليكم تشوفونا معنا لكن بنرجع وبنتكلم عنه. والله العيد أيام زمان مثل ما يقولوا له طعم خاص خاصة عند الأطفال بحكم العادات والتقاليد اللي احنا كنا نعملها في البلد أو القرية فكان نحن كنا كأطفال مستمتعين بهذه الأشياء حاليا ما موجودة الأشياء اللي كانت سابقا تبدلت لأشياء أخرى مثل الألعاب الكهربائية والمجمعات التجارية فصار في فرق ممكن هاي الفرق شيء طبيعي بحكم تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأجيال فأصبحت أفكار جيلنا إحنا غير عن الجيل الحالي نحن ما كنا نفكر إلا نروح العيود ونروح نشتري بعض الأشياء البسيطة بس هم حاليا الجيل الحالي عندهم اتجاهات أخرى ياسين يفكروا في الألعاب حضور مسابقات حضور حفلات أصبح تفكيرهم ممكن يتناسب مع الوضع الحالي زمان كان يتصف بالبساطة تقارب الأهل الجية الروحة كانت كلها يعني ما فيها أي تكلف اللمة لمة الجيران مع بعض يعني هذه أكثر شيء كانت كان قبل يعني مثلا تشوف أن البيت كله العائلة كلها ملتمة مع بعض بيت الجدة بيت الأحفاد يمكن هذه نشوفها ما أدري في المناطق بس في العاصمة ما أتوقع يعني هذه الأشياء ظلت العيد الآن وفي السابق بالنسبة لي ما في تغيير كبير نفس البرنامج تقريبا أو كنا احنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا ونقضي أيام العيد في البلد فالبرنامج تقريبا متشابه بين السابق والحاضر نفس فعاليات أول يوم وثاني يوم وثالث يوم في العيد نفس أكلات العيد زيارات الأهل والأصحاب كان سابقا أول يوم العيد تتجهز الصباح وتروح وتصلي العيد تخلص تصلي طبعا تتجمع وتصبح مع الأهل والأصحاب وتوكل العرسية ومن ثم يعني تقدم بعض الحلويات ويصير تجمع وحكايات وسوالف مع الأهل إلى ومن ثم يعني الرجال تحصلهم يتجمعون من أجل الذبائح وما شابه ذلك ومن ثم ثاني يوم تحس إنه خلاص إنه يبدأ الإعداد للمشاكيك وغيرها من الوجبات ثالث يوم طلع شوى ويعتبر يعني كأنه يوم ختامي للعيد والله العيد أيام زمان كان إلى طعم ثاني العيد أيام زمان لمة الأهل
تجهيزات العيد تكون قبل أشهر، أن نحن عارفين العيد راح يصادف في التاريخ الفلاني، نجهز الملابس، الإكسسوارات، كيف أنت تعد الحلويات وإلى آخره، وين راح تروح وكيف تقضي إجازة العيد. يعني كان إلى طعم ثاني. أول يوم يكون أول شيء الذباح وإلى آخره، ثاني يوم يكون الشواء من غير أن الزيارات أول يوم وثاني يوم، وبعض الأحيان ما يكون في زيارات لأن يكون الواحد تعبان خلاص. ثالث يوم اللي ما زايرنهم ومن مناطق بعيدة تروح وتزورهم وتسلم عليهم. بالعيد نشوف يطلع برا نروح نشوف العصافير، نشوف ويعطينا عيدية كذي ونطلع كذي ونسلم كذي، بيطلع فرحة بالعيد. نروح نلبس ملابس تقليدية ونروح نصلي العيد، يعطونا عيدية نسلم على الأهل، ونروح نذبح ونشوي يعني جلسة مع الأهل، نتغدى مع بعض نفرفش كذا، يعني لما حلوة في العيد. أصوف العيد أول شيء نشتري حال عيد قبل العيد، ثاني شيء نجهز ملابسنا في الليل حال يوم العيد، بناكل العرسية الصباح وبنروح نصلي العيد، من نرجع نروح نزور أهلنا وأقربانا ويعيدونا، وثالث يوم العيد نسوي مضبي ناكل لحم ونذبح، ثالث يوم عاد نزور اللي ما زايرينهم ونروح معاهم ويعيدونا ونتقهوى معاهم. حياكم الله مشاهدينا الأحباء، متواصلين معاكم وأيضا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نتمنى دائما أن تكون أرواحكم تنعم بالفرحة والحبور، وأيضا قلوبكم تنبض بالغبطة والسرور. متواصلين معاكم مشاهدينا، والفرحة أيضا ما زالت مستمرة ومتواصلة معاكم في برنامجكم هنئتم بالعيد. ودائما إذا ما جئنا نتكلم ونتحدث عن أيام الأعياد خاصة والمناسبات، دائما الفعاليات والمناشط ما شاء الله يعني حاضرة بقوة، ولكن هناك أيضا جهود جبارة تشار إليها بالبنان، وأيضا تعبر خلنا نقول عن مدى الترابط والتلاحم بين أبناء هذا المجتمع وبين أبناء هذا الوطن الغالي، وهي طبعا الأعمال التطوعية التي تكون دائما موجودة في شتى المجالات وفي كافة الأنواع وأيضا الأصعدة. مشاهدينا، لنتحدث عن أيام العيد، عيد الأضحى المبارك على وجه الخصوص، وهناك أيضا فريق الرحمة الخيري، هذا الفريق الذي طبعا معروف ما شاء الله تعالى وجهودهم أيضا حثيثة يشكر عليها. نتحدث عن هذا الموضوع مع الأستاذة رحيمة بنت حبيب المسافر، رئيسة ومؤسسة فريق الرحمة الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب. نرحب بك معنا أستاذة رحيمة، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، وأهلا وسهلا فيكم، وتهنئة خاصة من الفريق لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تهنئة أخرى للمتطوعين اللي بدوا يشتغلوا ما شاء الله عليهم من قبل شهر ولا زالوا يعملون إلى اليوم هذا في الأضاحي، تهنئة خاصة لوزير التنمية الاهتمام الكبير بالفريق مع الوكيل ما شاء الله، تهنئة أخرى لوالي السيب الدكتور محمد البوسعيدي اللي تبنى الفريق وقف بجانبه، تهنئة لكل المتطوعين اللي يعملون في نفس مجالنا، لهم كل التحية. أستاذة أنيسة، يعني جهودكم ما شاء الله عليكم يعني حثيثة، ودائما يعني بين فينا وأخرى وبين وقت وآخر دائما تقدمون، والأعمال التطوعية دائما يقدمها هذا الفريق. نتحدث عن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يعني الأعمال التي يقدمها خلنا نقول فريق الرحمة. طبعا احنا متعودين كل عيد نجهز له يمكن قبلها بشهر، وتقريبا يعني ولايات كثيرة هي تابعة للفريق، ولنا أفرع بأكثر من ولاية،
تقريبا 53 ولاية تابعة للفريق، زائد ولاية السيب، تقريبا يمكن ولاية السيب معظم القرى اللي موجودة فيها هي تابعة للفريق. يبتدي التجهيزات طبعا من شهر بإعداد القوائم وإعداد أسماء الأسر اللي مستحقة للمساعدات. بعدين يبتدي طبعا البحث عن مصادر بحيث أن احنا نقدر نعطيهم كسوة العيد أو نعطيهم، ندور على متبرعين لأضاحي العيد واحتياجات العيد يعني. أيوة. طيب أستاذة، يعني هذه الجهود، خلينا نقول جهود جبارة وجهود عظيمة ويحتاج لها وقت وسعي وتواصل مع جهات معينة ومختصين أو أنه مؤسسات خيرية أو غير خيرية. نسأل، هناك جهود يعني لمن خلف الكواليس، لجنود ربما قد يكونوا مجهولين؟ أنت ذكرتي بعض الأسماء اللي شكرتيهم وعدد المتطوعين، كم تقريبا عدد المتطوعين هذا، وهل هم كفاية لتواجدهم مثل هذه المناسبة العظيمة اللي تحتاج مزيد من الجهد ومزيد من العطاء ومزيد من الحاجات اللي محتاجتها الأسر؟ بالنسبة للجنود، فعلا أنا أسمي أغلب متطوعين جنود. نعم. ودائما حتى أناديهم برسائلي، أنتوا من وراء الكواليس يمكن إحنا اللي في الواجهة. نعم. ونتكلم باسم الفريق. لكن طبعا يعني هذا العمل ما يدار بس مجرد بمجلس إدارة موجود داخل الفريق. يدار طبعا بكمية كبيرة من المتطوعين منتشرين في جميع أنحاء السلطنة. نعم. يمكن أنا أقول لك 4000 5000، أنا أقول يعدي هذا الرقم طبعا متطوعينا. طبعا في عندنا مندوبين كثير في الولايات. في كل ولاية أكثر من متطوع يدير الولاية. ولله الحمد طبعا العمل هذا ما هو وليد اللحظة. صار لنا تقريبا 8 سنوات الفريق من يوم تأسيسه. كون مجموعة كبيرة المتطوعين في الولايات ودربهم وأهلهم. تقريبا متطوعين في يومنا هذا أنا أعتبرهم يعني جاهزين. لأي عمل ميداني ولأي لأي حالة حتى طارئة موجودة. حاليا المتطوعين في هاليومين بادين في توزيع الأضاحي. يمكن الحين قبل ما أنا أجي يمكن على الساعة 5 تقريبا 22 ولاية تم ذبح الأضاحي فيها بواسطة المتطوعين. طبعا هم كانوا يديروا العمل الملحمة هذه. صح احنا استعنا ببعض المسالخ وهاي، لكن الإشراف كامل للمتطوعين. يعني المتطوع عندنا بادي يشتغل من ليلة العيد على أساس تجهيز الأضحية واختيارها والمسلخ اللي راح بإذن الله اللي راح يتم فيه الذبح وعدد الأسر اللي راح يستلمون. طبعا هاي القوائم اللي يستلموها قبل. يعني خلينا نسألك انه كم عدد الأضاحي اللي تم يعني ذبحها من بداية، انت قلتي من اول يوم العيد الى اليوم ثاني يوم العيد؟ طبعا ما اقدر اقولش تحديدا عدد الاضاحي، لكن اقدر اقولش المبلغ اللي بالضبط دخل الفريق. لغاية قبل وقفة عرفة، لان احنا تقريبا في ليلة وقفة عرفة وقفنا اخذ التبرعات لان العدد فاق اللي كنا نتوقعه. السنة اللي فاتت احنا وصلنا الى 18000 في مبالغ الاضاحي اللي دخلت على الفريق، سواء دخلت عن طريق الدفع النقدي بالفريق أو عن طريق الحسابات أو عن طريق البوابة الإلكترونية للتبرعات. السنة هاي المبلغ تضاعف، ولدرجة أن إحنا ما كنا متوقعين هذا المبلغ، وصل إلى 38000 ريال عماني ولله الحمد. طبعا إحنا عندنا آلية في التوزيع، قبل ما يبتدي العيد وقبل ما يبتدي حتى تجميع المبالغ، أن إحنا كنا تقريبا كنا جاهزين، متطوعين جاهزين، والمسالخ تقريبا جاهزة لاستقبال لذبح الأضاحي بناء على طلب المندوبين. لكن المفاجأة لما المبلغ زاد ابتدينا ان احنا نزيد عدد الولايات ونزيد المبلغ اللي لكل ولاية اكثر. لكن لله الحمد مندوبينا كانوا جاهزين ومستعدين، لدرجة ان لما اتصل في مندوب اقول له يعني اذا انت ما تقدر احول على ولاية، لا 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 ما تحولين على ولاية، احنا مستعدين. احنا مستعدين يعني للذبح ومستعدين. تقريبا الحين تهنئة خاصة طبعا اوجهها الحين لفريقي، الحين هو حاليا متوجه الى وادي بني خالد. ومن وادي بني خالد ان شاء الله متوجه الى جعلان بني ابو حسن. تقريبا شاحنتنا قبل نص ساعة طلعت في طريقها، تقريبا هذه اخر ولايتين ان شاء الله راح يستلمون الاضاحي. بقية الولايات لغاية الساعة 5 تقريبا 22 ولاية تم الذبح، وتقريبا من الفجر من امس لليوم المندوبين بس منتشرين يوزعون الاضاحي على الاسر. طبعا توزيعنا ابدا ما عشوائي. الاسر اللي راح تاخذ الاضاحي هي اسر تم زيارتها ولها قوائم في موجوده داخل الفريق. المندوب يستلم القائمه بناء على القائمه الموجوده معه يتم توزيع الاضحيه. السنه هذه قسمنا الاضاحي على الاضحيه الواحده قسمناها 2،
في مؤسسة برعلتنا تقريبا 30 بقرة كانت من نصيب الحمراء وقريات وسمائل نعم. وسمائل أعتقد أيوة ثلاث ولايات استلموا الأضاحي تم الذبح بواسطة المندوبين طبعا في الفيسبوك عندنا تقريبا من أمس احنا بادين ننزل ولاية ولاية أثناء الذبح ونراويهم كيف المتطوع هو اللي يشرف على الذبح إن شاء الله يمكن بعد ساعات يبتدي جميع المضحيين يستلمون رسائل من الفريق أن تم ذبح أضاحيهم وممكنهم أيوة التحلل جميل طبعا أستاذ رحيمة يعني زيادة عدد المبلغ هذا اللي ذكرتيه قبل قليل ودليل مثل ما ذكرنا في البداية عن مدى التلاحم والترابط بين أبناء المجتمع فعلا. ولكن أنت أستاذ رحيمة كونك يعني رئيسة ومؤسسة لهذا الفريق فريق الرحمة يعني كيف شايفة وعي المجتمع خلنا نقول بأهمية العمل التطوعي في المجتمع طبعا من عملي الميداني ومن نعم. وجودي داخل الفريق اليومي المجتمع طبعا حاليا خاصة لما أعلنوا جائزة سلطان قابوس العمل التطوعي نعم. ابتدت عدد الفرق التطوعية تزيد وعدد المتطوعين يزيد والأنشطة تزيد نعم. أنا ما أقول بس فريق الرحمة اللي جالس يشتغل حاليا في الميدان نعم. بالعكس فرق كثيرة تشتغل وأنا أتابعهم عن طريق رسائلهم أو عن طريق الجرائد ولله الحمد يعني في صحوة تطوعية نقول في عمان وجائزة سلطان قريبة بعد إن شاء الله بتكون في نهاية 2013 بإضافة إلى الأضاحي أحب أذكر شيء ثاني قام فيه الفريق طبعا قبل العيد بأسبوع توزيع كسوة العيد للمواطنين الفريق زارهم نعم. السنة هذه يمكن المبلغ شوية فاق عن السنة اللي فاتت بزيادة تقريبا وزعنا 61 ألف ريال عماني ككسوة عيد على معظم الولايات الأيتام فصلناهم كان لهم نصيب 14 ألف بإضافة إلى الرواتب الشهرية اللي استلموها الأيتام تقريبا 32 ألف يمكن أنا جالسة أقول لكم أرقام يمكن كبيرة لكن هو فعلا هو الحاصل يمكن حتى هاي الأرقام اللي أنا جالسة أتكلم فيها هي يمكن أعلى المبالغ اللي تدخل اللي تروح لهذه الفئات يمكن حتى أكبر هو الجميل أنه أنتم مقسمين يعني مثلا الأضاحي الكسوة الملابس أو مثلا الأيتام كل واحد له باب مختلف وإحنا أصلا بعد لنا أكثر من برنامج في رمضان حلو. يعني الفريق مفتوح صار له تقريبا شهر يوزع لحوم يوميا داخل مبنى الفريق جزاهم الله خير مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية من واحد ذو الحجة تقريبا 500 كيس لحم يوميا يستلم الفريق أي مواطن يدخل داخل الفريق يستلم كيس لحم مع أرز زائد في عندنا مشروع كملنا في 5 سنوات هو الملابس المستعملة عندنا في سوق دائم داخل مبنى الفريق تقريبا يوميا احنا نستقبل عشرات الاسر من كل الولايات تاخذ من السوق هذا ايوه زائد في مشروع عملناه جديد صار لنا 3 سنوات سنويا يمكن الناس تستغرب تقول هذه الملابس اللي احنا ندخلها داخل الصناديق اللي موزعه تقريبا احنا موزعين في ولايه السيب 100 صندوق للملابس المستعمله أيوة. احنا تقريبا موزعين بس في السيب بحكم ان احنا تابعين للجنه السيب كثير من الولايات طالبه من عندنا الصناديق لكن صعب بحكم ان احنا تابعين لهذه الولايه من هذه الملابس مطلعين منها كسوه عيد يعني الناس مرات تقول كيف يعني كسوة عيد من ملابس مستعملة لا. مرات المواطن يحط لنا فيها قطعة قماش جديدة فستان جديد حلو. لكن يكون ما ملبوس طبعا احنا كيف نعرف ان هذا ملبوس من الورقة اللي تبين إن هو جديد. السنة هذه ولاية السويق تقريبا من هذه الملابس استقبلت شاحنتين ملابس ما شاء الله. فتحنا قاعة من القاعات اللي موجودة هناك تقريبا أسر ولاية السويق ما استلمت نقد السنة هذه استلمت كسوة عيد من هذه الملابس اللي احنا اخرجناها من الصناديق يعني الجيدة النظيفة يعني أيوة. هذا الجهود يعني حتى وانت جالسة تكلمين انا احس كذا مندمجة ومتشوقة يعني انه في ناس يمكن الحين حتى يسمعونا من المشاهدين كيف ممكن انه يتواصلوا معاكم انتم كفريق الرحمة سواء بالجهد المالي او حتى البدني ربما تكونوا محتاجين مساعدات اخرى او جهود اخرى يعني بشفتات معينة بين المندوبين الموجودين معاكم لانه فعلا الواحد لما يعمل خير يلاقي 10 من هاي الاشياء صح كلامك يعني عاده بما ان احنا فريق ما موسمي يعني ما نشتغل بس مثلا على حسب الاعياد ولا المناسبات لا هو فريق دائم يعمل يوميا الحمد لله عدد المتطوعين عندنا كبير والمندوبين يعني على طول متواصلين مع الفريق يعني لو تدخلين الفريق في اي لحظه تلاقيها خليه نحل تشتغل تقريبا عندي 23 متطوع دائم داخل الفريق يعملون يوميا عندي متطوعين بس موجودين في المخازن يفرزون
يجهزوا في الملابس ونقوا الجيد منها ويحطوه في معرض الملابس، جزء منا يختار لكسوة العيد. السنة اللي فاتت عطينا للخابورة من نفس هالكسوة شاحنتين، السنة اللي قبلها كان من نصيب صحم نفس الشيء تقريبا شاحنتين ملابس طبعا جديدة، أنا ما أتكلم مستعمل حتى ما ملبوس حتى يوم واحد. طيب كيف يتم التواصل معاكم؟ يعني مثل من المشاهدين الحين حابين أنهم يتواصلون معاكم؟ التواصل مع الفريق أعتقد الكل يعرف مبنى الفريق، موجود في ولاية سيب في منطقة الخوض قريبين من سوق الخوض في بدايته. عندنا أرقام تليفونات أعتقد يمكن الأغلبية يعرفوهم، طبعا إذا فتحتوا أيوة في الفيسبوك موجود أيوة الرحمة تيم، وعندنا في تويتر وعندنا في الإنستغرام، في عندنا موقع بعد خاص بالفريق. الكل مسماهم واحد تقريبا، يعني مجرد حتى لو هو كتب فريق الرحمة الخيري سابقا عمان الخير على طول راح يتظهر كل مواقعنا إن شاء الله. تقريبا اليوم من أمس إحنا بادين ننزل صور ذبح الأضاحي في جميع الولايات، يعني 22 ولاية بالتصوير تم إنزاله بالفيسبوك أول بأول. جميل. كم عدد الأضاحي، كم المبالغ، كم الأسر اللي استلمت، هذا كله ينزل، جالس ينزل تقريبا يوميا. نعم جميل. لكن أستاذ رحيمة أيضا نتحدث، يعني الحين ذكرتي ما شاء الله عليكم وجهودكم حثيثة بأمانة، من القلب نشكركم على هذه الجهود، ولكن نتحدث أيضا عن يعني الخطط المستقبلية لفريق الرحمة من خلال مثلا التوسيع في المناطق الجغرافية والمواقع الجغرافية فيما يتعلق بالأعمال التطوعية وتقديم مثل هذه الصدقات وغيرها. تقريبا يعني الفريق منتشر في جميع الولايات. نعم. حتى في صلالة لنا فريق، في مسندم لنا فريق، يعني هذه أبعد المناطق إذا تكلمنا عنها. الفريق متواجد في الأنواء المناخية، يمكن الأغلبية سمعوا وجودنا في عبري لمدة يومين تقريبا. عم تم حصر 5 قرى في عبري وتم تقديم المساعدات. الفريق لا يقدم بس مجرد مساعدات بسيطة، الفريق يقدم للمواطن العماني احتياجاته كاملة خاصة في وقت الأعاصير. الفريق متواجد مع المعاقين، الفريق متواجد مع المسنين. إن شاء الله بعد يومين أعتقد في مناسبة للمسنين الفريق متواجد. بكرة الفريق إن شاء الله طالع على مستشفى نزوة يوزع الهدايا، طبعا هذه هدايا استقبلناها قبل أيام العيد. عادة يعني لما نحصل هدايا كميات كبيرة تتوزع على أغلب المراكز اللي خاصة اللي فيها الأطفال. ما شاء الله، يعني أستاذة رحيمة بعد ساعة الحين، بعد نص ساعة، بكرة، أمس، يعني ما شاء الله مرتبين بجدولكم، وإن شاء الله الكل كذا يستانس بالأشياء اللي أنتوا تقدموها والجهود هذه. يعني واحد ما يقدر حتى يقول لكم أنه شكرا، جزاكم الله ألف 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 خير أنتوا والجهود المبذولة من قبل المتواجدين معاكم في هذه الهيئة. الأستاذة رحيمة بنت حبيب المسافر، رئيسة ومؤسسة فريق الرحمة الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب، نحن جدا جدا شاكرين لك تواجدك معنا لليوم. وإذا في كلمة أخيرة حابة تقوليها تفضلي. مجرد أني في هذا اليوم يعني اللي أشوفه من متطوعين ما شاء الله عليهم، يعني ما قالوا أنه عيد ولا بكرة وقفة عرفة ولا هذا. يعني صار لهم شهر يشتغلون، يدخلون الأسر، تعرفين لما يوزعوا كسوة عيد، يعني عندك 300-400 أسرة في ولاية معينة. مثلا أعطيش مثل ولاية الخابورة 300-400 أسرة، تصوري أن المندوب يوصل لبيت بيت يضرب بابا ويعطي مبلغ كسوة العيد ويوقع وينتقل لبيت ثاني، طبعا هذا كله جهد، يعني تقريبا هم صار لهم شهر يشتغلون في هذه الآلية. انتهوا من كسوة العيد، ابتدوا في الأضاحي، رغم أنه عيد ورغم أنه مشاغل الأولاد والبيت والالتزامات هاي، رغم هذا أبدا ما في واحد منهم اعتذر ولا قال لي اني انا ما استقبل. يعني ابعد مندوب عندي يقول لي لا جيبي وزياده وانا مستعد اوزع، وان شاء الله ما تشيلوها. الله يعطيهم الصحه والعافيه استاذ رحيمه، وجدا سعيدين بوجودك معنا في برنامج هنيتم بالعيد، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، والايام الباقيه ايضا من عيد الاضحى ان شاء الله تعالى تعيشوها بفرح وسعاده ان شاء الله. شكرا لك استاذ خير، وشكرا على اللقاء. اذا مشاهدينا الاحبه ايضا متواصلين معكم، ومثل ما ذكرنا دائما ان العيد فرصه لتلاقي الارواح وتصافح القلوب وفض الخلافات وايضا نبذ النزاعات. متواصلين معكم مشاهدينا، فاصل ولنا عوده ونستكمل معكم باقي فقرات ومحطاتنا لليوم. Yeah.
العيد غير وطلته في بلادي غير، العيد غير وطلته في بلادي غير، كله حب وأماني وأشواق وغير وغير. دائما مشاهدين للعيد كذا اطلالات، هذه مش شعر بس مجرد ها نمشي حالنا. دائما مشاهدين الاشياء الجميله تخلينا نكتب عنها باحساس رائع، والاشياء الجميله دائما ما تعطينا ذاك الالهام القوي والدافع القوي للتعبير عن ما يعني يختاج كذا بدواخلنا او بداخلنا، حتى نكتبه وننثره بقصائد ودرر وربما تكون ابيات ومعلقات. والدليل على كذا الشعراء القدامى الذين كتبوا المعلقات عن كل مناسبة جميلة وتعلمنا منهم ودرسنا، هناك مدارس كثيرة في هذه المجالات. الشعر يخلينا نستضيف شاعرين جميلين جدا من شعراء السلطنة، الشاعر مطر بن طحي البريكي والشاعر عامر الحسني. كل عام وانت بخير، وانت مبارك عيدكم ونورتوا البرنامج. وانت بالف صحة وسلامة. وانت بصحة وسلامة، مشكورين على هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك. وفي اول ثاني ايام عيد ودائما ايامنا عيد باذن الله. نعم. عمر دائما نقول انه الاطلالات في العيد وفي المناسبات الجميله، وخلينا نركز كذا في العيد، دائما تكون طلتها غير صح؟ اكيد اكيد. كيف يعبر عامر عن هذه الاطلالات الجميله في العيد؟ انا قلت بيتين قبل العيد وان شاء الله راح اكمل الباقي بعدين ان شاء الله. ان شاء الله. تعال عايدني قبل زحمه الناس. الله. ولا مثل كل عام خله يولي، والله تعبت اكتب على كل قرطاس اني احبك يا بعد كل من لي. يا سلام. ما شاء الله. هذا قبل العيد. قبل العيد. وان شاء الله اول ايام العيد وثاني ايام العيد ان شاء الله هناك في قصيده. ما شاء الله. طبعا لو نعبر عن هذه المناسبة، مهما عبرنا عن هذه المناسبة لا نستطيع بأمانة. دائما احنا مبتسمين ودائما أعيادنا في هذا البلد معطاء مستمرة الحمد لله رب العالمين تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قاوس بن سعيد المعظم. وهذه القصيدة أيضا وطنية المقام السامي بإذن الله. مساء الخير مولاي القصيدة جات لك تختال، على روس البيارق وافية من فم وافيها، يحركها الشعور وتنبع عيون السحاب زلال، على روض الفيافي واصبحت فتنة روى بيها. مساء الخير جاتك هالقصيدة لابسة سلسال، ذهبها حبك وحب الوطن باللبس زاهيها، ومن بعد السلام اضرب تحية ورجال افعال، على حد العيون ارسم ولا الطاعة واحييها، ومن بعد السلام ابدي سلام يا سلام طال، سلامي من سمو السين سين شموخ تاليها، سلام العيد كل ميمون يا غيث السما الهمال، سلامي للبلاد اللي برجالك انت حاميها، سلامي لك يا قابوس المفدى بيت عز وآل، نسل آل السعيدة اللي تربى في معاليها، سلامي لك عدد ما ينقشون اسمك فروس جبال، ومن قبل بجديات اللغة انت هم وفيها، سلامي لك عدد ما رددوا هذا النشيد أطفال، سلامي لك عدد ما رددوا هذا النشيد أطفال، يحبونك يا قابوس المعظم وانت ساميها، بطل علم بطل علم بطل صاروا أكيد أبطال، يدكون الحصون في حزة الشدة ومنافيها، بطل علم بطل علم بطل صاروا أكيد أبطال، يدكون الحصون في حزة الشدة ومنافيها، بزغ نورك ونورت البلاد بألف فال وفال، ومن نظرة عيونك هالبلاد بخير تبنيها، من الآمال قدمت الطموح وجيت بالآمال، يا غيث أرواحنا فدوة لأرض وانت واليها، وقف شايب على مرجان بيته للزمان وقال عسى الله يحفظ السلطان وبلاده يبقيها، وقف شايب على مرجان بيته للزمان وقال عسى الله يحفظ السلطان وبلاده يبقيها. اللهم امين يا رب العالمين. صح لسانك يا عمر، يعني ما شاء الله كذا بادي بقوه وبجماليات، يعني هذا دليل انه انت المناسبه والعيد عنده له طابع خاص وجميل. عندك اكثر من كذا، اكثر من كذا، العيد دائما يحفز الشعراء. نعم. خلي بس نعطي فرصه لمطر. ما شاء الله. مطر جاي وجاي
الله تعالى، وايضا لكم الغيم ولكم المطر ان شاء الله. ما شاء الله كل عام وانت بخير، مبارك عيدك. شفناك باطلاله جميله في اول اليوم، في اول ايام العيد صح؟ باثنيتهم يعني مطر وعامر ما شاء الله. نعم متلازمين مع بعض. كان عامر الحسني ومطل بريك وايضا لاشرف العاصمي كانوا موجودين، وايضا يعني زينكم من اول ايام عيد الاضحى المبارك، تهنوا الناس وتهنونا بهذه المناسبه. يعني مطر احنا استمعنا لعامر، وان شاء الله راح نستمع مجددا ونستمع ايضا لمطر بين فتره واخرى، لكن قبل ان تبدا قصيدتك ونحن متشوقين ايضا نسمع يعني للكلمات الرنانه التي دائما تنبع يعني من لسانك الطاهر ما شاء الله عليك يا مطر. نتحدث قليلا عن ارتباط هذه المناسبه كونها انها مناسبه دينيه، ومدى يعني الشعراء كيف يتغنون وايضا بهذه المناسبه المباركه. والله بداية أنا سعيد جدا بتواجدي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وبمعيتكم، وطبعا أنا الآن بين شاعرين يعني، لأن شريف العمري وأن تملصت من مهمة الشعر لكن هي تبقى شاعر، وشاعر لها إطلالتها واسمها الكبير، وأيضا أخي وشقيقي و توأمي في الساحة الشعرية. لا لا ما زلنا عامر ظل في صوبي عامر مطر، واستمع إليكم بثلاثة عامر الحوسني وأيضا إليك في سيف. وأنا سعيد جدا بتواجدي، أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي بهذه المناسبة السعيدة الغالية، وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية بإذن الله والشعب العماني. آمين يا رب. أعاد الله هذه المناسبة علينا في كل خير وكل عام. آمين. إن شاء الله بإذن الله. آمين. والله حضور الشعر دائما يعني حاضر في كل المناسبات. نعم. بعيدا عن أعياد وغيرها. عامر الحسني يعني ما شاء الله تقمص الدور، لأنه الآن نحن أيضا بصدد إن شاء الله قدوم شهر نوفمبر. نعم. ومن عيد العيد داخلين الحمد لله. إن شاء الله دوم يا رب كذا بأفراح وعياد. شكلكم مجهزين يعني، دامك تقول وعامر وأنا ونوفمبر يعني ومناسبة جدا عظيمة. هو يعني هذا خبر اعتبريه حصري لك. يا سلام. احنا ان شاء الله للناس كلها يعني للناس كلها بس في البرنامج هذا من خلال هذا البرنامج ان شاء الله راح يكون في جديد للعيد الوطني. جميل جميل. راح يكون في عمل جديد وطني، وايضا اعتقد انه الشاعر عامر الحسني راح يكون، ولو ما قال هو بس انا سمعت كذا وحاب يفاجئني دائما. نعم. كالعاده عودنا ايضا شاعرنا اللي قدم لاجمل التحيات شاعر فهد السعدي خلف الكواليس، ايضا راح يكون له راح يكون له ان شاء الله عمل وطني قادم. وطبعا احنا مهما قلنا في هذا الوطن. نعم. فنبقى مقصرين ونبقى يعني لم نفي حق هذا الوطن وقائد هذا الوطن. نعم. مطر عامر قال خذوا المطر وخذوا الغيم لكم كله. صحيح. زين نحن اليوم نتكلم عن العيد. نعم. مطر عادة في العيد إيش دائما كذا الإحساس اللي ينتابه، الشعور اللي يحسه؟ يعني بنتك صغيرة كبرت خلاص ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، الله يحفظها يا رب. يعني مجرد أنها تلبس ذاك الثوب الجميل المطرز ولا ملموضة ولا لا لا بالعكس لا لا إحنا يعني ينتابك شعور جميل تحب تكتب فيها، تكتب في الأهل في هالمناسبة الجميلة، تشوف حجاج بيت الله الحرام، الزيارات الجميلة، المشاكيك الماضي. نعم. مدري كليتي ولا لا. لا لا في أكثر من شيء يذكرنا بالعيد ويحتوينا في العيد على فكرة، واللي كذا له يعني مثل المفتاح اللي يفتح يعني أبواب القلوب والقريحة الشعرية. إيش كتبت؟ والله في العيد احنا ممكن نكتب في كل شيء، يعني مثل ما تفضلتي نكتب، اكتب في طفلتي واكتب في والدي الله يرحمه لما اتذكر العيد، واكتب ايضا انا حتى قصيدتي مرثيتي يعني في والدي الله يرحمه كانت يعني ايضا تقاطعت مع العيد. يعني كانت القصيدة انا ما راح اقولها لان ما اريد جو تراجيدي هنا موجود لان احنا في اجواء العيد، لكن انا راح اسمعكم قصيدة غزلية في العيد. يا سلام يا سلام. غزلية وهي في العيد يعني بعيدا عن الملابس التقليدية والبنت وهذا، خلينا يعني في أجواء حبيبة بشكل عام. يلا ما مشكلة. حبيبة طبعا في الخيال هي، يعني لا تفونا مشاكل على الهوى، حبيبة في الخيال. ما شاء الله احنا موجودين يا مطر وكلنا لك أذان صاغية وعيون ناظرة إن شاء الله تعالى يعني. وتفضل. أقول نظرتين وضحكتين وفوقهم أربع قبل، وش هي تعني؟ إلى عيدك يا حياتي أنت غير، جيت تختالي بعيوني قلت أنا العيد اكتمل، طحت كل يوم قلتي كل عام انته بخير. كانت الديرة صباحا يختلط ورد ونفل، صحت يا بنت ارحميهم واشتركتي للعبير، للصغار للصبايا للشفايف للكحل للأماني للأغاني للفراش،
وللحرير قامت وفلت شعرها واستدارت في عجل فدوك لأهلك خذيني واغنمي قلبي أسير هالكرز والتوت هذا وعضت الشفة خجل مشيتك تسريحتك فستانك بعيني يطير كعبك العالي عطرك ياه تدري وش عمل كل ما جيت أتحاشى ريحتك أتعب كثير تذكرين العام تذكرين العام كنا في عيدنا طفلة وطفل عادي جيت أحضنك عذري في عيون أهلك صغير وأتغيشم قلت عدي من هو أكثرنا حصل هاتي عيديتك يلا قلت لا أنت خطير وانت خاصم ألف مرة في عيون أختك أمل وارجع أحكي لي في نفسي يا مطر أنت الكبير الزعل مجنونة أنت من هو يطري لك زعل هذا وانت خابرتني حتى من أمك أغير يلا عاد ارضي كفاية وتركي عنك الثقل بسألك هالعيد لولا ضحكتك وش به يثير قالت ارضى بس شرطي حط لي أربع قبل قلت عشرة يا حياتي ما طلبتيني يصير لجل طعم العيد لجل طعم العيد يحلى وبعيوني يكتمل واترك العالم يردد كل عام انتي بخير يا مطر صح لسانك تستاهل الحبيبة وتستاهل هالعيدية الجميلة منك أكيد 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 عمان هي دائما بإطلالتها بثوبها الجميل وهي اللي تستحق القبل أكيد. القبل على الرأس بكل تأكيد عامر ومطر دائما يعني نلاحظ بالآونة الأخيرة أنه كثير من الشعراء التمسوا أو اتجهوا إلى التواصل الاجتماعي بغض النظر عن تواجدهم في أمسيات ولقاءات وحوارات وأندية ومنتديات ليش برأيكم أنه يعني اتجهوا هذا الاتجاه للتواصل الاجتماعي حتى يتواصلوا مع الناس وحذفوا الجانب المهم اللي كانوا يشوفوا فيه الناس عين بعين وأذن تسمع ومشاعر جياشة تغمر المكان الأمسيات قللتوها بشكل كبير الشعراء ما أدري ليش السبب يعني بالتحديد أنا أتوقع أنه بعدنك أتوقع أنه الأمسيات ما قلت لكن اختيار الشاعر المكان اللي يناسبه هو اللي قل يعني فرصة مثلا شاعر في الظهور في مكان معين يعني مثلا ما تناسب أنه هذا الشاعر يظهر بالعكس أنا أتوقع أنه أمسياتنا و جميع الأمسيات تقريبا إذا ما كانت 80% من الأمسيات تظهر أغلبها عند بداية مثلا الفصل الدراسي للجامعة أو أيام امتحانات أيام امتحانات يعني خلينا نقول مؤسسات تعليمية يعني في السلطنة مؤسسات تعليمية جماعات مجموعات طلابية عندهم فعاليات أمسيات احتفالات وتكون اللماسة الشعرية حاضرة يعني ربما يمكن قد يكون سبب عن يعني تقاعس بعض معظم الشعراء طلبة مثل سيف يعني يكون عنده امتحانات وما يقدر أنه يحضر أمسية طيب بما أنكم أنتم أحد المنظمين في ملتقى عمان الشعري الثالث هذا الملتقى اللي فعلا من بدايته كان له أصداء جميلة وفي جهود مشكورة من الشاعر السعدي طبعا نعم وكثير من الشعراء فهد سعدي مختصر نوجه للتحية التحية وطبعا لكل حتى الموجودين معكم ما أنكم أحد المنظمين في هذا الملتقى تكلمونا شوية عن هذا الملتقى وعن تواجد الشعراء في هذا الملتقى واللي لامسه بين قوسين نجاحه واستمراريته للثالث الآن إن شاء الله وانتهى قبل كم من أسبوع أنا بجاوبك بس في شق أول كان من الحوار بالنسبة للتواصل الاجتماعي جميل أعتقد أن التواصل الاجتماعي يعني مثل ما تفضلتي أنه يعني ضرورة الحوار المباشر أصبح أقل أعتقد الثورة الإلكترونية اللي صارت يعني هي بالتالي يعني أفضت إلى هذا الشعور أو إلى هذا الجانب اللي أصبح حالياً بالعكس أنا أرى إيجابي جداً يعني تويتر وفيسبوك و أنا موجود في الأمسية الفلانية وإنستغرام أيوه لا وصار أنا بدلاً ما يعني أعمل إعلام لي فقط أنا في منطقتي يعني أصبح أنا أعلم الخليج في ثواني صحيح أعلم كل الخليج يعني لقائي أنا اليوم أحط في تويتر وفي فيسبوك واحد في الكويت واحد في العراق واحد في المغرب يتابعوك يعني الحين؟ أتمنى إن شاء الله أنهم يتابعوني ولكن حتى لو ما تابعني أنا وصلت نفسي بدل ما أروح أتصل بالهاتف وأعلم فلان وفلان أعتقد العالم عملية صارت بسيطة العالم صغير جدا قرية صغيرة العالم أصبح جدا وتواصل التواصل الإلكتروني هذا كله أصبح متاح للجميع للكل الناس والتعليقات وهذه الحلقة يعني
بعد شوي احصلها ممكن نازله في اليوتيوب وكذا و صحيح بننزلها بشوفها وهذه ايضا عليك تتسجل او تصور وناس اي بنسجلها بنشوفها يعني الجمهور لكم يا مطر في هذا المجال. ولكن لو نتكلم بشكل عام خلنا نقول عن الملتقيات الشعريه، قبل شوي تكلمنا عن ملتقى عمان الملتقى الشعري ما جاوبتوا انا ما جاوبنا انا داركت لانه يحتاج له الملتقى التواصل التكنولوجيا ما تنتهي يعني نتكلم عن هذا الموضوع ونتكلم ايضا عن المكسب خلنا نقول من إقامة مثل هكذا فعاليات وهكذا ملتقيات. نعم. ملتقى عمان الشعري الثالث. نعم. وأختي شريفة قالت نجاح وأضع خط تحت كلمة نجاح بما أنه يعني الجميع. نعم. يقر أن هذا نجاح، فأعتقد أن هذا النجاح بالتالي يحث على دعم أكبر واستمرارية أكبر. كل الملتقيات الثلاثة السابقة كانت ناتجة من جهود شخصية جهود ذاتية. نعم. أفراد مؤسسات إلى حد ما بخجل دعم بخجل أشخاص جزاهم الله ألف خير، هم يعني أكبر مننا حين نقول فلان دعم وفلان دعم، ولكن في الحقيقة يعني كانوا وراء نجاح كل هذه الملتقيات الثلاثة. نعم. وأنتم بنفسكم يا مطر ويا عامر أنتم أحد المنظمين. نحن أحد المنظمين ولكن أنا أتحدث عن الدعم حتى استمرارية هذا النجاح. هذا الملتقى وهذا النجاح. نعم. إحنا ما سمينا ملتقى فهد أو ملتقى مطر أو ملتقى عامر، سميناه ملتقى عمان، وملتقى عمان حوى كل عمان من أقصاها إلى أقصاها، كل شعراها وكل جمهورها، شعراء الذين أتوا من دول الخليج وبشهاداتهم في وسائل الإعلام. الشيء الإبهار اللي لقوا الترحاب وحتى على مستوى التنظيم وعلى مستوى الشعر أيضا. أنا عندي اليوم كريم العراقي، كريم العراقي قامة شعرية ما شاء الله عليه، معروف. أنا عندي شعراء يعني كانوا شعراء يعني حازوا على ألقاب في شاعر المليون وفي وفي غيره من مسابقات ومؤسسات وحتى على مستوى الشخصيات الرعاة يعني أصحاب معالي وأصحاب السمو وأصحاب السعادة. إذن كلامك هذا مطر يودينا أنه نجاح الملتقى الشعري الذاتي اللي بجهود ذاتية طغى على نجاح الملتقيات والأماسي الشعرية أو حتى الملتقى الشعري أو حتى مهرجان الشعر العماني. أنا ما أريد أستخدم كلمة طغى ولكن خليني أستخدم كلمة أنه هو مرادف لملتقى عمان الشعري ومهرجان الشعر العماني، ولكن لما أتحدث أنه فقط بجهود ذاتية يصل لهذا المستوى فهنا لا نملك لأن نصفق لهؤلاء الناس ونحييهم. لكن أنا الآن في هذا المنبر الإعلامي الأول في سلطنة عمان، قناة التلفزيون سلطنة عمان، يعني أتمنى أن يحظى هذا الملتقى بدعم بدعم كبير من المؤسسات الثقافية وعلى مستوى وزارات المعنية بهذا الأمر. نعم. وهذا الـ يعني خلينا أسميه تظاهرة ثقافية. نعم. أو تتكاتف الجهود. نعم. من حتى تتكاتف الجهود من شعراء وكتاب. الشعراء للأمانة ما قصروا، كل التحية للشعراء أمان شعراء من نريد تكاتف أكثر شعراء أنا جزاهم الله خير، نريد دعم مؤسسات. لا لا سيب لا سيب ما راح يقصر ولا أنت شعراء. أنا أنتقل قليلا شوية لعامر، يعني تحدثنا عن مطر. لا نريح شوية مطر، أنا قلت لكم الغيم والمطر. لا هو تكلم عن تجربته الشخصية وعن العيد والمناسبات أيضا ومثل ما ذكرت عن طفلتك وغيرها. خلنا نقول أيضا ننتقل إلى عامر ليحدثنا، هل الأعياد وبالنسبة لك كشخص وكشاعر معروف هل هي فعلا كمصدر إلهام للشاعر؟ وبعد كذا تحدثنا عن يعني للمتابعين والمشاهدين اللي يريدوا يعرفوا طبعا سجدات يعني شعراهم كمطر وعامر شرف أيام العيد، وين رحتوا وين جيتوا كيف جدولكم؟ نجيب على الشق الأول من السؤال ومن ثم إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للشق الأول الإلهام، مصدر إلهام الشاعر. نعم، مصدر إلهام الشاعر. العيد أكيد والحمد لله رب العالمين إحنا محافظين. نعم. على عاداتنا وتقاليدنا في العيد في هذا الوطن الغالي الحمد لله. تحصل الأطفال الشياب أبائنا أجدادنا كلهم مع بعض ملتمين في العيد. صحيح. الزيارات هذه التجمعات هذه تخلق لك نوع من الحميمية، نوع من الود، نوع من التصافي، أيضا تصافي القلوب، الانسجام، التكافل الاجتماعي، هذا كله الحمد لله رب العالمين موجود مثل ما أوصانا يعني الدين الحنيف. أيضا بالنسبة للإلهام هذا مثل ما تفضل أيضا أخوي أستاذ مطلب ريكي أيضا في هذا الجانب أنه فعلا يعني كل مناسبة تلهمك أو كل موقف يلهمك. إحنا العيد دائما
يلهمنا دائما عندنا طموح، دائما عندنا أمل، دائما عندنا الحمد لله تفاؤل، دائما ابتسامتنا موجودة. صحيح. وإحنا في هذا الوطن الغالي والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأيام العيد أعتقد تختلف من 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 قرية إلى قرية أو من بلد إلى بلد حسب عادات وتقاليد، ولكن في النهاية هي موجودة المحافظة على العادات والتقاليد. بالنسبة للزيارات، الشق الثاني من السؤال أعتقد. نعم. على العيد بشكل عام. نعم. الزيارات الحمد لله رب العالمين مستمرة. زياراتي طبعا غير عن زيارات الأهل، طبعا دائما الشاعر مطر البريك وأخوي والشاعر فهد السعد المتواجد خلف الكواليس، دائما إحنا مع بعض، وأيضا بعض الشعراء يعني نسلم على بعض، أيضا نتواصل مع بعض، يعني التجمعات هذه الحمد لله يعني موجودة فرصة. نعم. أيضا الأفكار الجديدة نناقش بعض الأمور غير أنها. جميل جميل، حلو هذا التواصل. الحمد لله. إيش رأيكم كذا نريح قبل الختام؟ مطر لو تسمعنا كم من بيت من عندك، وبعدين عامر نسمع إن شاء الله. كم من بيت ولا قصيدة؟ كم من بيت. كم من بيت بس الأهم يعني. أقول علمتني يا أبوي من وانا صغير أن آخر الأنفاق لو تمتد نور، وأن نبقى يكفي في نظر عيني كبير لو كلها حولي غدت الأرواح بور. علمتني يا أبوي من وانا صغير أن آخر الأنفاق لو تمتد نور، وأن نبقى يكفي في نظر عيني كبير لو كلها حولي غدت الأرواح بور. وعلمتني أمد يدي للضرير وما مد كفي الحاجة تمحي شعور، وإني أموت ولا أجي الصف الأخير إما هلاكي أو أحلك الصقور. هذا أربع أبيات سؤال. تسلم تسلم تسلم، يعني أخذتنا بصراحة للبعيد يعني، وإن شاء الله مكملين معاك بملتقيات أخرى. مطر تفضل. عامر إيش بتسمعنا الحين؟ أنا أربع أبيات ما عندي. أربع يعني مرة بالضبط. أقل من أربعة. يلا تفضل. أقل من أربعة إن شاء الله وزايدات شوي من أربعة. إن شاء الله تفضل. تصدق يوم أنا رايح أدور عن جروحي فيك، بغيت أسحب تذاكر غربتي من شنطة أسفارك. أنا يمكن خلقنا الله مثل عصفور بين يديك، قدره إنه يموت وما تهنى يوصل أشجارك. أنا يا ما تعبت من البشر من وين ما خبيك، يشوفوك في عيون وكل دمعة جابت أخبارك. قبل لاخذ من شفاهك حكي قل إيش تبي وأعطيك، تبي عمري تفضل قول هاك اقتلني بثارك. أنا مريت بالشارع ومسقط كلها تبكيك، تمنيت العطر يترك ثياب ويرجع أزهارك. يمر العيد يمر العيد وأنا اللي أدور بس ويش أهديك، لحد الحين ما حصلت شي فوق مقدارك. يا جمري لا تشب وانت مالك غيمة تطفيك، أخاف انك تشب وتحرق القرطاس من نارك. أعرف انك حزين وكل ما تنظر لفوق تجيك ملامح صورة المتعلقة بمسمار في جدارك. تقوم تنزل الصورة وتحضنها ولا يكفيك، تبوظ صورتي ومن الألم مكسور مسمارك. تذكر تذكر يوم ما جبت الجريدة وقلت لي أفديك، وقلت اني أحبك من قبل لا أسمع أشعارك. تذكر يوم ما كنا نسولف عن هذيك وذيك وعن رغبة شفايفنا كذا في عيدك مبارك. تذكر يوم ما تزعل تغطي وجهك وأرضيك، أقول آسف حبيبي وانت تضحك كافي عذارك. تذكر يوم ما سولفت لك إني وأنا أطريك لنفسي كنت تتصبب عرق وتنسم أزرارك. تذكر يوم كنت تقول لي عطشان قلت أسقيك، خرج تلك العيون وأنت تشرب رغبة أمطارك. تذكر كل شيء إلا الحزن ما عاد به يمديك، لأن الوقت ماسي وأنت لازم ترجع لدارك. حبيبي حبيبي ما أنت قاسي، بس يوم أني أجي في يديك تخاف أني أطير وما تخاف أموت بصرارك. تخاف أني أطير وما تخاف أموت بصرارك. صح لسانك يا عامر، ما شاء الله عليكم، يعني بصراحة الحوار معكم أربع الأبيات ما لها ما شاء الله. بصراحة يعني شعور جميل بوجودكم معانا، والشعر دائما كذا ما يحلق بنا خارج الصرب مثل ما يقولون. أنا جدا شاكرة تواجدكم معانا عامر الحوسني ومطر البريكي، وإن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا شكرا لحضوركم وتواجدكم الدائم. شكرا لكم جميعا، شكرا لهذا البرنامج وهذا
سابق قناة. شكرا 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 لكم. إذا مشاهدينا الأحبة ما زلنا في هنئتم بالعيد وتهانيكم مستمرة معنا بإذنه تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل ولنا عودة جديدة. لكفوفك سلام، إحساس وحمام. لكفوفك سلام، إحساس وحمام. دمت لعمان الوطن نبراس، كل سنة انت سيدي يا نور، الولاء الكلمة القابوس. يا احفظك مولاي للعمر اللي جاء، يا احفظك مولاي بالعمر اللي جاء، تفتديك أرواحنا قابوس. كل سنة انت بخير سيدي يا خير، لك تهاني الأرض بي والناس قابوس. كلنا معك توكل سيدي قابوس، خطوات المجد البعيدة كلنا نمشيها. إذن مشاهدينا الأحبة المتابعين لنا عبر شاشة تلفزيون السلطنة، طبعا استمتعنا ما شاء الله عليهم بالشاعر مطل بريكي والشاعر عامر الحسني اللي قدموا لنا كذا يعني خلنا نقول بعض الأبيات الجميلة واتحفونا بما لديهم من هذه القصائد. نحن متواصلين معكم مشاهدينا، ولكن إن شاء الله تعالى خلاص وصلنا للختام شريفة. إذن دائما نقول مشاهدينا العيد بكل ما فيه من بركات ونفحات وعظات إيمانية، نتمنى أن نجعله جميعا يوما للتصافي ويوم لفضل النزاعات ونبذ الخلافات بجميع أشكالها وأنواعها المختلفة، وأن ترتسم دائما البسمة والسرور والسعادة على محيى الجميع في هذه الأيام المباركة في أيام عيد الأضحى المبارك. نصل بكم إلى الختام مشاهدينا، موعدنا يتجدد بكم نفس الوقت إن شاء الله تعالى يوم غد إن شاء الله تعالى. طبتم على خير وإلى الملتقى بمشيئة الله. إذن أحبتي نستودعكم بحفظ الله ورعايته، أنا جدا سعدت أن أكون معكم في هذا المساء، وإن شاء الله مثل ما قال أخي سيف أنه غدا ملتقين بتجدد آخر بيوم من أعياد عيد الأضحى المبارك. نشكر كل اللي ساهموا بتواجدهم معنا في هذا المساء، ونشكر أيضا الضيوف الموجودين، ونشكركم أنتم مشاهدين الكرام وين ما كنتم تتابعونا. إن شاء الله كذا كنا حلقة وصل بينكم بين أحبابكم، وسمعتوا واستانستوا بالضيوف الموجودين معنا. نتنوع غدا بحلقة جديدة ومتنوعة. أنا أشكر كل المخرج والموجودين معنا، وأيضا أشكر العزيزة نبيلة اللي عملت لي الميك اب، وأختي حفصة اللي ساعدتني في هذا اللبس. لكم لقاء غدا إن شاء الله، هذه تحية الشريفة العامري، وإلى اللقاء.